يلا يا حبايبي الحلوين يا بطلت رجالنا، دلوقتي نعمله تجربة الكثافة. تجربة ايه؟ الكثافة. يلا نشوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي وهنتعلم منه ايه. نبدأ. جميل. ايه دي؟ بيضة. بيضة. ها وايه دي؟ مية. مية. عندي كام كوباية مية؟ اتنين. امال ده ايه؟ ملح. ملح. هنجيب الملح اهو معانا اهو. ماشي، هنحط ملح في كوباية اهو. يلا حطينا ايه ملح كتير اهو، هنحطه 3 معالق كبار كده. وبعد كده هنجيب ايه دي ونحطها في الكوبايه الميه دي. ايه اللي حصل لها؟ غطست ولا عامل؟ غطست. صح يا بسمله؟ صح يا حنين؟ غطست. صح يا رنان؟ صح يا احمد؟ حلو. يا ترى البيضه هنا غطست ليه؟ عشان طب تعالوا نشوفوا بقى هنا. بسم الله. مش هتغطس. انا عامل البيضه في الميه المالحه اللي حطينا فيها ملح عامل صح؟ طب عامل ليه؟ عشان كثافه الميه المالحه ايه؟ عاليه. فايه اللي حصل لها؟ عاليه. كثافه الميه المالحه عاليه، فايه اللي حصل لها؟ شالت البيضه لفين؟ لفوق. بينما كثافه الميه دي ضعيفه، فالبيضه عملت ايه؟ نزلت ايه؟ تحت. مين شاطر بقى يقول لي؟ نعوم في البحر؟ نتعلم العوم، لما نيجي نتعلم العوم في البحر احسن ولا في ميه النيل؟ في الايه؟ عشان البحر ميته فيها ملح، هتشيلنا لفين؟ شاطرين. مين بقى هيعمل التجربه دي مع ماما في البيت؟ شاطرين. شاطر يا احمد، هتعملها في البيت؟ هتعملها لنا في البيت؟ تعملها يا دكتوره بسمه؟ تعملها يا حنين؟ ونتعلم بقى ان الايه ها؟ مكثفه الميه المالحه ايه؟ عالية، بتشيل الحاجة لفين؟ لفوق. كثافة المية العذبة ايه؟ ضعيفة، ما بتقدرش تشيل الحاجة لفين؟ لفوق. سافة كبيرة ليكم، اللي هيعمل يلا التجربة ماما يرفع ايده فوق. شاطرين، شكرا.